بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التثنية، وأبونا لوقا كان بيفسر لنا الجزء بتاع بداية 28، وصلنا لعدد 14. فكركوا الجزء الأخراني من سفر التثنية كان موسى النبي بيحفظ الناس حاجات تبدو بسيطة لكنها مهمة. لو مشيتوا مع ربنا هتكسبوا ايه، ولو سبتوا ربنا هتخسروا ايه، اللي بيسموه ساعات البركات واللعنات. والبعض بيقول ان الجزء ده بالذات كان تقريبا لازم كل يهودي يحفظه، على اعتبار انها ايه، يعني تعمل كذا يحصل لك كذا، ما تعملش يحصل كذا، عشان هم ناس مبتدئين، يعني مش عاوزين ايه شروحات كتيرة، عاوزين الحاجات واضحة. فقعد يقول يعني مباركا تكون في دخولك، مباركا تكون في خروجك، ويأمر لك الرب بالبركة في خزينك، ويرى جميع شعوب الأرض اسم الرب سمي عليك فيخافون منك، ويفتح لك الرب كنز الصالح ويجعلك رأسا لا زنبا. يعني تبقى دايما ايه، يعني رافع راسك كده، وتكون في الارتفاع ولا تكون في الانحطاط. نبتدي من عدد 14، يقول: ولا تزيغ عن جميع الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم يمينا او شمالا لكي تذهب وراء آلهة اخرى لتعبد. كلمتين هنا عاوز اركز عليهم: تزيغ، تزوغ يعني، او تزوغ، وجميع الكلمات. كلمة الزوغان أو الزيغان معناها إن الواحد، عارفين لما يقولوا عينه زيغة، يعني بص الحاجة غير اللي المفروض يبص عليه. مع كلمة ربنا كده، كلمة ربنا لازم تبقى إيه، شغلاك، ما تزخش، ما تبصش بعيد، تقعدش تفكر الناس بتعمل إيه ولا بيقولوا إيه ولا الفلسفة بتقول ايه ولا الناس التانية يعني مبادئها ايه. انت عندك قاموسك، عندك انجيلك، عندك كلام المسيح اللي يدخل السم، ما تزوخش، ما تتلخبطش. نفس الكلمة دي اللي كلكم حافظين الآية بتاعت روميا لما يقول الجميع زاغوا، ودي واخدها بولس من المزامير: زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. طيب أنا وإنت فين من موضوع الزوغان ده، أو من موضوع التركيز؟ ما هو عكس الزوغان ده التركيز. إلى أي مدى الواحد يعني مركز؟ يعني الناس كلها تحب تتكلم وتجيب سيرة البعض. طيب أنت مركز إنك دي خطية ولا تدينه، ولا أنت بتزوغ فبتعمل زي ما الناس بتعمل؟ كل الناس بتجري ورا الفلوس، انت مركز انه في ايه بتقول انظر وتحفظوا من الطمع، ولا انت زايغ زي غيرك؟ اذا في حاجات كده سهل الزوغان فيها، ان الواحد ينزل من مستوى كلام ربنا لمستوى كلام البشر. كلمة تانية لما بيقول عن جميع الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم، احيانا الواحد فينا تشغله كلمه او اتنين من كلام ربنا، طب وبقيه الكلام، بقيه الوصايا؟ قديس يعقوب له كلام جميل يقول: ما هو اي واحد يكسر وصيه واحده يبقى كانه كسر الكل، لو اخطا في واحده قد صار متعديا على الكل. لانك انت لو ما قتلتش بس سرقت، تبقى كسرت الناموس برضه. فاحيانا بعضنا يقول أنا في العشور ملتزم جدا، طب وفي حب الناس، في حب الأعداء، في التسامح، في الطهارة، أنت ملتزم في العشور، ملتزم في الصيام، طب وبقية الكلام؟ ما تاخدش كلمة وتتساب كلمة. فبيقول لا تزيغ عن جميع الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم يمينا أو شمالا. يعني إيه يمين أو شمال؟ يعني لا فلسفة الدنيا تشدك، ولا يعني عقائد أخرى تشدك. في نفس الوقت
لا تروح يمين قوي فتبالغ في أمور ربنا مش عاوزها، اللي هي التطرف بقى. عارفين اليهودي اللي كان يعشر الشبت والبقدونس والكمون وبيدوس على الناس يظلم ويفتري، لكن هنا ده زواغان برضه، لأن ربنا مش هيبص على شوية يعني خضار كده، لازم تطلع عشر، مش للدرجات دي. لكن هم بيبطلوا الناموس باهتمامات معينة، ده زواغان يميني وفي شمال انك تتجاهل الوصية خالص. كي تذهب وراء آلهة أخرى لتعبد، النتيجة الزواغان عن كلام ربنا ان الواحد يعبد آلهة أخرى. دي قاعدة، لما تزوغ عن الإنجيل انت بتتحول إلى عابد أوثان دون أن تدري، لأن الاهتمام بالجسديات عبادة وثنية، اهتمام بمحبة المال عبادة وثنية، كراهية الناس بأي درجة كأنك بتعبد نفسك. فهنا لو زغت عن كلام ربنا بقيت شريك للي راح وراء آلهة أخرى ليعبده. ولكن تدي بقى بالجزء العنات بقى، إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائده التي أنا أوصيك بها اليوم، تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. لو ما سمعتش الكلام هتجيلك لعنات. يبقى ربنا بينذر ولاده وبيشجع ولاده، دايما طريقة ربنا كده. وعلى فكرة دي طريقة التربية الطبيعية، يعني أي أب يربي عياله، يا أولاد ذاكروا كويس عشان بكرة تبقوا ناجحين وشاطرين وتفتحوا بيوت، ويفضل يقول كلام مشجع. ولو ما ذاكرتوش وما عملتوش دوركم ومشيتوا مع أصدقاء وحشين، بكرة هتلاقوا نفسكم فاشلين ومحدش هيبص لكم. طبيعة التربية فيها جزء تشجيع وجزء إنذار. في بعض الناس ما تحبش خالص الجزء بتاع الإنذار، ويقعدوا بقى يطلعوا افكار ان ربنا، لا ربنا طيب ما بيعملش كده، زي ما بيعملش كده مش هو بيربي ولاده يبقى لازم يعمل كده، زي ما بيشجع لازم ينذر. في ناس تيجي بالتشجيع وفي ناس تيجي بالانذار، ونفس الشخص اللي يجي بالتشجيع في وقت هو نفسه ساعات لما يتدلع بيحتاج الانذار في وقت. حد فينا ما يحتاجش انه يخاف شويه عشان يمشي كويس؟ في نفس الوقت كلنا محتاجين دايما كلام تشجيع، انه ايه بركة ربنا معاك، قرب من ربنا اكتر، تلاقي حياتك فيها ستر ونعمة، وتروح السماء في الاخر، وكل اللي بتحبهم كمان يوصلوا معاك. يبقى في تشجيع. هنا بيقول ان لم تسمع، ان لم تسمع ابتدينا بقى جزء اللعنات، لتحرص ان تعمل بجميع وصايا وفرائض التي انا اوصيتك بها اليوم، تاتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. هيفصلها بقى انواع اللعنات، مش هدخل في تفصيلاتها عشان ما اخوفكوش زياده، لكن هي ساعات بنحتاج نخاف. ملعون ان تكون في المدينه وملعون ان تكون في الحقل، يعني زي ان اللعنه تجري وراك وانت في المدينه تلاقي ايه في لعنة، ولما تروح الحقل بتاعك تلاقي لعنة. ملعونة تكون سلتك ومعجنك، السلة دي بتاعت الحصاد، ما الفلاحين كل دول كانت حياتهم في الحصاد، وبعدين ياخدوا الغلة وابتدوا يعجنوا، فيلاقي لعنة يعني ايه، يلاقي الحصاد قليل جدا، وبعدين يجي يعجن عشان يخبز وبتاع، يلاقي الحكاية مش بتتعجن مش بتطلع حتى عيش، فيبقى في لعنة هنا. ملعونة تكون ثمرة بطنك، يعني ايه ممكن ما يبقاش في بركة في العيال، او ما فيش عيال خالص، او ياخدهم امراض صعبة. وثمرة ارضك، نتاج بقرك واناث غنمك، يعني حتى البهايم لو كانت عند، طبعا بيبقى عندهم تربية مواشي، كل ده بيعرفوا، يقول لك السنة دي فيها بركة، الارض دي فيها بركة، لانه لما يتقال ابونا اسحاق زمان لما زرع باركه ربنا فطلع 100 ضعف، لدرجة كل الأراضي اللي حواليه جم يكلموا معاه يقولوا له أنت وراك سر، أنت شمعنا أرضك وسط أراضينا بتعمل كده، أنت في إيه معاك؟ لهم ربنا معاه ربنا. فهنا البركة تتحس واللعنة تتحس. ملعون أن تكون في دخولك وملعون أن تكون في خروجك، ربنا يحمي كل. بس معناه إيه؟ اللي بيكسر كلام ربنا
تلاقي كل خطوة ممكن يبقى فيها مشكلة أو مصيبة، والعكس اللي ماشي مركز مع ربنا يلاقي كل خطوة فيها بركة فيها تسهيلات. كلام ده ساري لغاية النهاردة لكن مش بالحرف، لأن ربنا ما بيتغيرش. يعني اللي بيمسك في ربنا، ربنا بيديله بركات كتير في الدنيا، بس لما ربنا اتكلم عن البركات حط معها اضطهادات أو متاعب. يعني مش معنى ان انتوا مثلا الناس ماسكين في ربنا يبقى اي مشوار لازم يمشي بسهولة. هيحصل كده في حاجات كتير، لكن هتلاقي حاجات كمان ايه تتعب فيها شوية. ليه؟ ما ربنا عاوزك تاخد بركة التعب فبيعتبرها بركة مش لعنه. وماله لما تتضايق شوية؟ وهب لكم لا ان تؤمنوا فقط بل ان تتألموا. كونك مسيحي مثلا فتعبت شوية في دنيتك، طب ومال؟ دي بركة من ربنا، دي مش لعنة دي. فهنا في جانب آخر دخل في العهد الجديد، انه لما تتعب من اجل المسيح بتاعك او من اجل مبادئك، لا ده دي بركة، لانه قصادها اجر كبير في السماء. ملعون ان تكون في دخولك وملعون ان تكون في خروجك. يرسل الرب عليك اللعن والاضطراب. الاضطراب يعني عارفين اللي هي الحيرة او التوهان، مش عارف انت رايح فين وجاي منين. وعلى فكرة ناس كتيرة عايشة في الحالة دي متوهة كده. التوهان ده نوع من قلة البركة، لان اللي عايش مع ربنا شايف طريقه، باصص لقدام، الدنيا ماشية معاه خطوة بخطوة. لكن هنا بيقول له يرسل عليك اللعن والاضطراب والزجر، يعني تحس ان الحياة ملهاش طعم وتايه وبتخبط يمين وتخبط شمال والايام بتجري، مفيش حاجة كده ليها معنى. في كل ما تمتد إليه يدك لتعمله حتى تهلك وتفنى سريعا من أجل سوء أفعالك إذ تركتني. يعني لما تهمل كلام ربنا، ترجمتها عند ربنا اسمها إيه؟ أنت يا ابني سبتني. أنا مش ما بقى هي مجرد اللي بيسيبني الدنيا بتعمل فيه كده. لما بتبقى معايا أنا بحوط عليك لأنك جيت جنبي، فتلاقي البركة بتجري وراك. انت تسيبني وتركز في اي كلام فارغ غير كلام ربنا، طب انت سبتني. عارفين الابن الضال؟ هل ممكن الابن الضال يلوم ابوه على اللي جراله في الكورة البعيدة؟ بتلومه ليه؟ بس انت اخترت تروح كورة بعيدة وهناك اتزليت واشتغلت شغل صعب وبقيت بتشتغل عند الخنازير في الاخر، وحتى بتبص لهم وتحسدهم ان هم بياكلوا الخرنوب وانت مش طايله. مين عمل فيك كده؟ ابوك؟ لا، انت سبته. فلما سبته اتبهدلت، لما رجعت له رجعت لك البركه. فكلمه اذ تركتني يعني انت اللي تلام لو حياتك فيها لعنات. لوم نفسك ما تلومش ربنا، لانك لو لومت ربنا انت مش عاوز تصلح نفسك. لو لقيت في توهان وفي حيره ومفيش بركه، ارجع قول له يا رب انا في غلط عندي، انا اكيد كاسر وصايا، انا اكيد في حاجات كتيرة من كلامك انا زايغ عنها، نبهني. طيب رجعني تاني، مش عاوز اسيبك. مجرد تعمل كده بتركيز هتلاقي البركة رجعت لك على طول. نكمل كلام. يضربك الرب بالسل والحمى والبرداء والالتهاب والجفاف واللفح والذبول فتتبعك حتى تفنيك. اللي هي الأمراض المستوطنة أو الأوبئة بأنواعها. وطبعا في الوقت ده ما فيش لا أنتيبيوتكس بقى ولا في مستشفيات، فكان اللي يجيله بقى السخونة العالية ولا إسهال شديد ولا جفاف ولا الحاجات دي كانت بتموت، تموت الصغير والكبير قبل ما يخترعوا البنسلين وبعد كده بقية المضادات الحيوية. كانت الحاجات دي كفيلة تموت العيلة كلها. فهنا معناها انه كل ده ممكن يحصل لك عشان انت بعدت عن ربنا. وتكون سماؤك التي فوق رأسك نحاسا والأرض التي تحتك حديد. تعبير جميل قوي. يعني ايه السماء فوق رأسك نحاس؟ ما فيش نقطة مية، لان السماء بالنسبة لهم مطر، اهم حاجة تيجي من السماء الشمس والمطر، لان دول اللي يدوا حياة. فلما السماء تبقى نحاس
يعني نشفت خالص، زي وقت مثلا لما إيليا قال لا يكون طل ولا مطر إلا بكلمة من فمي، وقفلت السماء 3 سنين ونص، كأنها نحاس، يعني مش سماء طبيعية، لدرجة بقى خلاص الناس بقت تموت من العطش والجوع طبعا، لأن الأرض ما فيهاش زرع، والأرض تبقى تحتيك حديد، حديد من كتر ما هي شققت ونشفت خالص، طبعا ما فيش ولا عشب أخضر حتى، الأرض بقت زي الحديد طبعا، حتى بتعرفش تنام عليها. ويجعل الرب مطر أرضك غبارا، يعني بدل ما تمطر عليك، المطر نعمة على فكرة وبركة، ولسه الفلاحين يفرحوا بالمطر، المطر خير، لكن بدل المطر يجي تراب وغبار فيدفن مدن كاملة، ويبقى ما فيش حتى شوية مية يطروا الحكاية، فتلاقي الأمراض تزيد. غبارا وترابا ينزل عليك من السماء حتى تهلك، يجعلك الرب منهزما أمام أعدائك. تأديبات دي كلها تأديبات يقدروا يفهموها، لأن هم دي حياتهم، الفلاحة والزراعة والمواشي والعيال، فهو بيقول له كل حاجة في حياتك هتنضرب لو أنت بعدت عنه، لو أنت قربت ومسكت في وصيتي كل حاجة تتعكس، تلاقي بركة، بركة يعني تعمل قليل يجي لك كتير، يعني مش بس على قد تعبك، لا ده أكتر كتير. يجعلك الرب منهزما أمام أعدائك، في طريق واحدة تخرج عليهم وفي 7 طرق تهرب أمامهم. هم لما كانوا يهجموا كده زي جيش، وبعدين يقول له أنت تهجم مهما تهجم، بعدها بكم ساعة تبقوا بتجروا من أعدائكم ومتبددين، يعني حتى بتهربوا كل واحد في سكة من كتر الرعب، دي علامة أن ما فيش بركة. وتكون قلقا في جميع ممالك الأرض، تكون قلقا يعني إيه؟ من إما تروح كده الناس تخاف منك وتقول لك يا عم ده شايل اللعنة، ده هيجيب لنا لعنة. وتكون جثتك طعاما لجميع طيور السماء، حتى لو الكلام يبدو قدامكم أحبائي أنه يخوف زيادة أو شديد زيادة، على فكرة هم عملوا كل ده وحصل لهم كل ده، يعني اللي بيتقال ده ما فيهوش مبالغة، لأن اليهود لما كسروا الوصايا وعبدوا أوثان، كل اللي مكتوب في تثنية 28 حصل لهم، جات لهم أوبئة كعقاب، جات لهم شعوب احتلتهم وزلتهم، المطر عطل فترات، ما كانش في بركة، فبقوا يموتوا بعض ويأكلوا بعض. فكل اللي اتقال يبدو بالنسبة لنا وكأنه مبالغ فيه، إنما ربنا ما بيقولش كلامه بس، كل اللي بيقوله بيحصل. فالكلام ده حصل في فترات زي السبي مثلا، لما تقروا سفر القضاء، قضاء بعد التثنية مش بكتير، لأنه التثنية دي آخر حياة موسى، جه يشوع وبعديه القضاء على طول. القضاء عبارة عن شعب راح للوثنية، زاغ وراح للوثنية، فكل ده تقريبا حصل في أزمنة القضاء بدرجات، وبعدين حصل في أزمنة بقى الملوك بعد كده، عشان كده جه السبي كمان خد منهم كتير قوي ومعطلهم سنين. تكون جثتك طعاما لجميع طيور السماء ووحوش الأرض، وليس من يزعجها. يضربك الرب بقرحة مصر، هم فاكرين أنه مصر لما ضربت أهليهم يحكوا لهم، احنا في التثنية يعني فات 40 سنة على الخروج من مصر، ففاكرين ضربات مصر، أحد الضربات كانت قرح دمامل، يعني ضربة الدمامل دي كانت مزعجة جدا، فقال له اللي انت شافوه أهليك دول في مصر لما ربنا شد على فرعون يحصل فيك. وبالبواسير والجرب والحكة، الحكة اللي هي الهرش الشديد يعني، حتى لا تستطيع الشفاء. يبقى كل أنواع الأمراض المخيفة جزء من اللعنة في الحالة دي. طبعا خلي بالكوا ده مش معناه أنه كل مرض دلوقتي يبقى لعنة من ربنا، لا، قديسين بيجي لهم أمراض. قديس بولس جاله مرض كانش لعنة من ربنا، ده قال لألا أرتفع من فرط الإعلانات، ده كان عشان ربنا عاوز إيه؟ يحميه من الافتخار ويزيده قداسة. يضربك الرب جنون وعمى وحيرة قلب، تبقى زي المجنون وتبقى الحاجة واضحة قصادك ومش شايفها، ويبقى جنون القلب، تعبير جميل كده،
قلب مجنون. يعني لما القلب يبقى بيشتهي الدنيا زيادة تحس ده شغل مجانين. الناس بتموت بعض على ايه؟ الناس بتتخانق على ايه؟ الناس بتشتهي الاكل والشرب كأنه نوع من الجنون، مفيش حاجة تستاهل الحاجات دي. فتتلمس في الظهر كما يتلمس الأعمى في الظلام، يعني تبقى كأنك بتتخبط في كل حاجة، كأنك مش شايف حاجة، يقصد العمى الروحي. ولا تنجح في طرقك، بل لا تكون إلا مظلوما مخصوبا كل الأيام. يعني مش هتشوف النجاح ولا تشوف الراحة، هتبقى مظلوم ومخصوب، وكل ده لأنك سبت تركتني وليس مخلص. طب واحد يقول ليه المسيح ما قالش نفس الكلام في العهد الجديد؟ فكروا كده. المسيح قال أنا ما بغيرش، السماء والأرض تزول لكن كلمة من كلامي لا تزول، وكان يقصد كلام العهد القديم، الكلام ده لا يزول. لأن المسيح له كل المجد. ركز معانا في العهد الجديد في عقاب أصعب، اللي هو إيه بقى؟ جهنم، الهلاك الأبدي. فما بقتش الحكاية بيخوفنا من احنا في الدنيا دي ناخد على دماغنا، لا، ده في أصعب. لو استهنا بالمسيح والفداء اللي عمله ووصايا العهد الجديد وكملنا كده زي بتوع الدنيا كأن ما يعرفوش ربنا، العقاب كمان أصعب، لأن كل ده أقل من عذاب جهنم. يبقى ربنا يسوع هو هو، عهد قديم وعهد جديد، بس دول ما كانوش يفهموا جهنم، ما يفهموش لأنه كلام كله عن الأرض. لكن بتوع العهد الجديد كل الكلام عن ملكوت السماء. طب ملكوت السماء يبقى قصادها كمان إيه؟ جهنم النار. لا تنجح في طرقك، بل لا تكون إلا مظلوبا مخصوبا كل الأيام وليس مخلص، يعني محدش في الدنيا يعرف ينقذك. تخطب امرأة ورجل آخر يضطجع معها. هي دي كانت علامات الذل بالنسبة له. عشان كده تلاحظوا في التثنية قبل كده ذكر ان الشريعة كانت معتدلة، لو واحد خاطب ما يسيبوش يدخل الجيش، يقولوا له لا كمل جوازك، انت اتربطت ببنت وايه وتتجوز وتعيش معاه على الاقل سنة قبل ما يطلبوه في التجنيد. اللي ابتدى يبني بيت يقولوا له ما تدخلش الجيش، كمل بنا البيت. فكانت الشريعة معتدلة. طب في حالة البعد عن ربنا، لا، ده كل حاجة طبيعية ما بتبقاش طبيعية. ما دي حاجات طبيعية، واحد خاطب هيتجوز، لا، تبوظ الحكاية منه. طيب تبني بيتا ولا تسكن فيه، تبقى زي اللعنة، ان الواحد يفضل يدفع فلوس ويبني ويبني وبعد كده ايه ما يطولش يدخل البيت اللي تعب فيه ده كله، وكأنها لعنة. تغرس كرما ولا تستغله، يعني تعمل كرم وبعدين ما تلحقش تاكل منه. يذبح ثورك امام عينيك، خلي بالكوا الطور والحاجات دي بالنسبه لهم دي ثروه، كان الثروه بتروح منك قدام عينيك. ولا تاكل منه. يغتصب حمارك من امام وجهك، يسرقوا الحمار بتاعك وانت ما تقدرش تتكلم، انت مغصوب عليك. كل نواحي الذل والظلم تبقى في حياتك بسبب ان انت اللي ظلمت نفسك. ليه ظلمت نفسك؟ لأنك سبت ربنا. تدفع غنمك إلى أعدائك وليس لك مخلص. يسلم بنوك وبناتك لشعب آخر وعيناك تنظران إليهم طول النهار. فتكلان وليس في يدك طائلة. يعني تصوروا لو واحد شايف عياله بيروحوا عبيد وبيتزلوا قدام عينيه ومش قادر يساعدهم، إحساس صعب أوي. يعني شدة، عقاب شديد. ثمر أرضك وكل تعبك يأكله شعب لا تعرف، فلا تكون إلا مظلوما ومسحوقا كل الأيام وتكون مجنونا من منظر عينيك الذي تنظر. يعني يبقى شكلك كده كأنك خلاص مجنون، بمعنى العقاب أو التأديب الشديد ده كأنك بقيت تايه ومش مركز ومش عارف تشوف حاجة و متلخبط آخر لخبط. ربنا يحمينا كلنا من اللعنات، وإن كانت هذه اللعنات الأرضية أسهل من الهلاك الأبدي. يبقى المقصود بالكلام إيه؟ نخاف؟ نخاف، ليه ما نخافش؟ حلو نخاف، رأس الحكمة مخافة الرب. وماله لما الواحد يخاف ما يصليش؟
كويس ان الواحد يخاف لا يكون في شخص مش عارف يحبه، كويس ان الواحد يخاف لما يطلعش العشور والصدقات اللي عليه، كويس ان الواحد يخاف انه يجرح حد بكلمة، كويس ان الواحد يخاف من العثرة، كويس الواحد يخاف لما يلاقي وصية مش عارف يعملها يخاف، كويس الواحد يخاف انه هيقف قدام ربنا يتسأل. ما كل ده خوف مقدس، احنا ليه بنستبعده؟ دي حكمة. الشخص لما يخاف يمشي كويس ويصلح في نفسه. يضربك الرب بقرح خبيث على الركبتين وعلى الساقين حتى لا تستطيع الشفاء من أسفل قدمك إلى قمة رأسك. تعبير ده استخدمه أشعياء في أول إصحاح وهو بيشرح انهيار الشعب اليهودي روحيا. أشعياء واحد يقول من أسفل القدم إلى قمة الرأس كل الجسد مريض. كل الجسد، يقصد الجسد اليهودي ككل، الأمة اليهودية كلها باظت من رأسها لرجليها، كده تعبير قاله أشعياء. جرح وإحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تلين، يعني كل أنواع الضربات والأمراض، بس كان بيكلم عن الشعب اليهودي ككل كأنه بني آدم مريض. كل ده إيه؟ نتيجة طبيعية للي كانوا بيعملوه. يذهب بك الرب وبملكك الذي تقيم عليك، يعني حتى لو كان ليك ملك أنت والملك بتاعك بدل بعدته عن ربنا إلى أمة لم تعرف. ده اللي حصل في زمن أرمية لما صدقية الملك اليهودي اتاخد هو نفسه أسير وشالوا عنيه وموتوا أولاده قبل ما يشيلوا عنيه، وخدوه هو والناس الشعب كله على بابل. كلام ده اتقال في التثنية. يبقى ربنا مش بيغدر، أخطيت يعني في الكلمة، ربنا بيحذر وبينبه وبيخوفنا من الشر وبيقول لنا امسكوا فيه، التزموا، الوصايا مش تقيلة، الوصايا دي مؤمنة، دي اللي هتأمنكم، دي اللي هتحميكم، دي اللي معاها كل البركات والحياة الأبدية، فانشغلوا بالوصية. طب لو مش عاجبك الكلام خد عندك اللي قبلك حصل لهم ايه، دور عليك، فيبقى لازم تخاف. يذهب بك الرب وبملكك الذي تقيم عليك إلى أمة لم تعرف فأنت ولا آباؤك، وتعبد هناك آلهة أخرى من خشب وحجر. مش معناه أن ربنا عاوزهم يعبدوا آلهة أخرى، معناها لأنك أنت سبت ربنا هناك غصبا عن عينك هيخلوك إيه زيهم بتعبد حجارة، لأنك أنت اللي رفضت ربنا، فبعد كده هتبقى إيه زي مذلول وبتعمل زي ما يقولوا. تذكروا بقى أن دانيال والتلات فتية كانوا في السبي رفضوا فكان في حياتهم بركة، ويعني كرزوا بالمسيح للعالم كله. ليه؟ لأن ما خافوش من الناس دي وفضلوا ملتزمين بالوصية. دول كانوا مختلفين. وتكون دهشا ومثلا وهزأا، يعني الناس تبص على الشعب اليهودي كده يقول ايه ده، بقى ده الشعب بتاع ربنا، ماله مذلول كل الذل ده، ماله متخبط كل التخبيط ده، ببساطة عشان سابوا إلههم. تكون دهشا ومثلا وهزأ في جميع الشعوب الذين يسوقك الرب إليهم. بذارا كثيرا تخرج إلى الحقل وقليلا تجمع، يعني تبقى متفائل في أول كده الشغل ما يجوا يزرعوا يقولوا ده احنا معانا بذر كتير، شكل الأرض المرة دي هتطلع خير كتير، فيبقى معاك كتير في الأول، في الآخر يبقى إيه قليل. المفروض العكس، تبتدي قليل وتنتهي كتير لو في بركة. قليلا تجمع لأن الجراد يأكله، كروما تغرس وتشتغل وخمرا لا تشرب. ما هو الكرم كانوا يعصروه، كان ده المشروب بقى الشعبي بتاعهم، مش هتلاقي. ليه؟ لأن ما فيش بركة. ولا تجني لأن الدود يأكلها. ما هو الدود والجراد دي حاجات بقى ايه ما يقدرش الناس تفرملها. دلوقتي في مبيدات وفي حاجات حديثة، بس في زمانهم لو جت ضربة جراد تاكل الزرع كله، لو جت الدودة تخلي الزرع ما يكبرش، تاكله من صغره كده، فتلاقي ولا في كروم طلعت ولا في زيتون ولا في حاجة. يكون لك زيتون في جميع تخومك وبزيت لا تدهن، يعني ما تطلش تعصر الزيتون وتطلع الزيت، لأن يقال عندك مزارع زيتون لكن مفيش ثمرة الزيتون، لأن زيتونك ينتثر.
عارفين دي بتشبه ايه؟ كل الكلام اللي فات ده، الناس اللي لها صورة التقوى وتنكر قوتها. يعني ايه؟ في ناس تبقى شكلا متدينين بس ما فيش حب لربنا ولا حب للناس ولا خوف ربنا ولا تركيز على الوصية، فتلاقي ما فيش زيت زيتون. الزيت دايما إشارة للخير، إشارة للروحانية، والكروم دي لما تتعصر إشارة للفرح. دايما الكرمة أو الخمر في الكتاب المقدس إشارة للفرح والسلام والبركة. تلاقي ما فيش حاجات من دي. ليه؟ لأنه الحكاية شكلية. ربنا بيبص على القلب مش بيبص على الشكل. بنين وبنات تلد ولا يكونون لك، لأنهم إلى السبي يذهبون. حتى لو جبت عيال بتسرقوا منك. جميع أشجارك وأثمار أرضك يتوله الصرصر. صرصر ليه؟ حشرات الحقل يعني. فكل ثمر اللي يطلع تاكله الحشرات. الغريب الذي في وسطك يستعلي عليك متصاعدا وأنت تنحط متنازلا. الوضع الطبيعي، وده موجود برضو في التثنية، ان هم يضيفوا الغريب ويكرموه ويتعاملوا معاه برحمة. وكان دايما ربنا يقول لهم افتكروا ان انتوا كنتوا غرب في مصر وكنتوا مستنين اللي يرحمكم، فخليكوا رحماء لما يكون حد غريب تتعاملوا معاه برحمة. عشان كده لغاية دلوقتي نذكر كلمة الغريب في صلواتنا، لما نقول الأرملة واليتيم والغريب والضيف، لأن الغريب دايما بيبقى غريب، يعني إيه؟ ملوش حد، فمحتاج اللي يهتم بيه ويسأل عليه ويخدمه. فهنا بقى تتقلب الموازين، يبقى الغريب هو المتسلط والناس أصحاب الأرض هم الغلابة المذلولين. هو يقرضك وأنت لا تقرضه، لأن في شريعة اسمها كيف تقرض الغريب. يعني الغريب ممكن يجي يستلف من اليهودي فيقول له طب هتسدد بالنظام الفلاني. دلوقتي لا، ده هو الغريب هو اللي بيسلف من كتر الذل اللي هم فيه. هو يكون رأسا وأنت تكون زنبا. زي ما إيه؟ بتوع العالم يبقوا هم اللي ناجحين أكتر من ولاد ربنا. إمتى؟ لما يكونوا ولاد ربنا سابوا ربنا. يبقى أولاد هذا الدهر أحكم من أولاد النور في جيلهم، ده اللي قاله المسيح في لوقا 16. يعني أولاد الدنيا لو أولاد ربنا سابوا الأمانة يبقى أولاد الدنيا يكلوهم طبعا، يبقوا أشطر منهم وأنجحوا. لكن لو أولاد ربنا منورين ومسكين في ربنا يبقوا أشطر ناس وأنجح ناس طبعا. هو يقرضك أنت لا تقرضه، هو يكون رأسا أنت تكون زنبا. تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتتبعك وتدركك حتى تهلك لأنك لم تسمع لصوت الرب إلهك. تاني بيعيد القاعدة. القاعدة إيه؟ اللعنات دي لأنك ما سمعتش صوت ربنا. لتحفظ وصاياه وفرائضه التي أوصاك به فتكون فيك آية وأعجوبة وفي نسلك إلى الأبد. كأن ده درس ما يتنسيش. لو حصلت العقوبات دي ولادك يفضلوا يقولوا لا احنا ما نبعدش عن ربنا تاني، احنا شفنا الذل كله، أبائنا شافوا الغلب كله. يبقى في خوف مقدس يسلم من جيل لجيل كده. من أجل أنك لم تعبد الرب إلهك بفرح. بصوا بقى في الإصحاح بتاع اللعنان جت كلمة فرح. هو ربنا مش قاصد إن احنا نعبده بس بخوف، لا، الخوف ده لينا عشان بس ما نمشيش غلط. لكن احنا نعبد الرب بفرح وبطيبة قلب. يعني يبقى قلبك مرتاح لما تصلي، قلبك بيرتاح لما بتخدم الغلابة. انت بتبقى عايش في فرح وطيبة قلب لما تخاف ربنا وما تكذبش وما تغلطش وما تكسرش الوصايا. انت تعبده بفرح وطيبة قلب. فالحكاية مش ذل، هو ربنا مش عاوز يذل ولاده، ربنا عاوز يفرحهم، بس ما فيش فرح بره ربنا. لكثرة كل شيء، يعني انت سبت الكثرة والبركة واخترت اللعنة لأنك مش عاجبك ربنا. تستعبد لأعدائك الذين يرسلهم الرب عليك في جوع وعطش وعري وعوز كل شيء فيجعل نير حديد على عنقك حتى يهلكك. رجع تاني كمل اللعنات فبيقول لو كسرت الوصايا هتوطي راسك لأعدائك وتتزل. يجلب الرب عليك أمة من بعيد من أقصاء الأرض كما يطير النسر. يعني هم طبعا كان زمان المسافات بعيدة، فكانوا يستبعدوا أن يجي لهم حد من بعيد.
لأنه الناس لازم تسافر شهور عشان تحارب. دلوقتي قول الطيارات بقى وعربيات وحاجات كده، لكن زمان فكانوا يفتكروا احنا مالنا بأشور ولا بابل ولا فارس، ولا كانش على بالهم. الحقيقة بسبب اللي عملوه جاء أشور من آخر الدنيا احتل البلاد كلها، وجت بعدها مملكة بابل، وجت بعدها مملكة فارس. ما كانش في دماغهم انه ده ممكن يحصل. فبيقول زي ما النسر يطير من بعيد تجيلك أمة من بعيد قوية تكسرك، كما يطير النسر أمة لا تفهم لسانها. ما كانوش طبعا يفهموا لغة الكلدانيين ولا لغة الفارسيين، ولكن أمة جافية الوجه يعني ما يعرفوش الرحمة. وفعلا الجماعة الأشوريين والكلدانيين دول كانوا ناشفين قوي، فجافية الوجه يعني يجي لك ناس متعرفش تبتسم، لا تهاب الشيخ ولا تحن إلى الولد، دول ما عندهمش رحمة، لا يعملوا حساب لكبير سن ولا لطفل. فتأكل ثمرة بهائمك وثمرة أرضك حتى تهلك، ولا تبقي لك قمحا ولا خمرا ولا زيتا ولا نتاج بقرك ولا أناس غنمك حتى تفنيك، وتحاصرك في جميع أبوابك حتى تهبط أسوارك الشامخة الحصينة التي أنت تثق بها في كل أرضك. يعني إيه؟ ساعات كانوا يفكروا إزاي؟ ده حصل فعلا وقت سبي باب، يعملوا أسوار عالية فيحسوا بالأمان. يقول لك حتى لو جه شعب قوي ما يقدروش يعدوا السور ده، فبدل ما يتكل على ربنا يعمل ايه؟ يتكل على السور. فده كان في زمن اليهود لما أرميا قال لهم خلاص ربنا زعل، واللي قاله موسى في التثنية هيحصل فيكم، باب الجاية مسكوت ضربوه سجنوه وقالوا له انت بتكذب، احنا الاسوار بتاعتنا ما تقعش، احنا اورشليم لا يمكن تخرب، انت كذاب. قال لهم لا انا مش كذاب، انا بقول لكم ده هيحصل. فضلوا يتهموا ارميا ان هو كذاب ويمشوا ورا الانبياء الكذاب على ان هم اللي بيقولوا لهم ايه، لا عندنا السور وعندنا المذبح مش هيحصل لنا حاجه، ويقولوا للناس اغلطوا، كملوا زي ما انتم، ما تخافوش من ربنا، ما تخافوش من العقاب، ضيع الشعب كله. وفي الاخر حصل اللي قالوا ارميا بالظبط، حتى تهبط أسوارك الشامخة الحصينة التي أنت تثق بها في كل أرض. عشان كده أحبائي مهما ربنا ادانا من خير ما تحطش ثقتك في فلوسك ولا في صحتك ولا في معارفك، دي أسوار شامخة خادعة، لا ثقتك في ربنا. عشان كده عندنا مزمور جميل في الغروب نقول المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يتزعزع، الساكن بأورشليم إيه؟ الجبال حواليه، يعني ربنا هو اللي محوط عليها بجبال، يعني ربنا يستخدم الطبيعة ويحوط عليك. انت لا محتاج فلوس ولا محتاج معارف ولا محتاج صحة، ربنا اللي يحوط عليك. لكن هتثق في الناس يحموك، طب خد بقى. هتثق في فلوسك تنجيك، خليك في الأسوار دي اللي انت فاكر ما بتقعش، لا هتقع. فهنا في زمانهم كانوا يعتقدوا الأسوار دي حماية، يبقى مش لازم نصلي، خلاص مش لازم نخاف. تأكل ثمرة بطنك لحم بنيك وبناتك، طبعا دي وصلت فعلا في زمن أخاب وأخازيا ملوك الأشرار، ان وصلت من المجاعة الشديدة كانوا يأكلوا فعلا بعض، كانوا ممكن يذبحوا طفل ويأكلوه، حاجة بشعة جدا توصل لكده. وكانت التثنية قايلة كده، كان موسى قال لهم هتوصل معاكم كده من كتر شركم. تأكل ثمرة بطنك لحم بنيك وبناتك اللي أعطاك الرب إلهك في الحصار والضيق التي يضايقك بها عدوك. في زمن أليشع النبي حصل موقف زي كده، إن واحدة ست صرخت في الملك وقالت له الحقني، الست دي ظلمتني، إحنا اتفقنا هناكل ابنها امبارح وهناكل ابني العكس، هناكل ابني امبارح وناكل ابنها النهارده. الملك صعق، في أم ممكن تقول كده لهذه الدرجة؟ فاللي جه في باله هيبعت واحد يموت أليشع، لأن أليشع مش راضي يصلي ويحل المشكلة بدل ما يتوب. وبعدين أليشع قال له لا لسه المعاد، لكن طبعا أليشع كان شايف أن نهاية الحصار خلاص، لأن في ناس ابتدت تتوب. لكن هذا الموقف حصل فعلا في زمن أليشع، 2 ستات بيتخانقوا ياكلوا العيال ازاي، حاجة صعبة.
الرجل المتنعم فيك والمترفه جدا تبخل عينه على أخيه، وامرأة حضنه وبقية أولاده الذين يبقيهم. يعني إيه؟ لو في لقمة يأكلها ويسيب عياله يموتوا أو مراته تموت، يبقى مرفه وبخيل يهمه إيه؟ يلحق نفسه وقت الحصار. ده كل ده وقت اللعنة. بأن يعطي أحدهم من لحم بنيه الذي يأكله، لأنه لم يبق له شيء في الحصار، فيش غير حاجة تتأكل غير البني أدمين، والضيقة التي يضايقك بها عدوك في جميع أبوابك. والمرأة المتنعمة فيك والمترفهة التي لم تجرب أن تضع أسفل قدمها على الأرض، ده تعبير مجازي. يعني إيه؟ يعني ما تكون واحدة مرفهة جالها زمن تحطش رجلها على الأرض، يعني إيه الشغالين بقى والجاريات وشايلينها شيل كده، دي بقى وقت المجاعة ووقت الحصار هتشوف ذل فظيع. للتنعم والترفه تبخل عينها على رجل حضنها، يعني تشوف رجلها بيموت ولا عيالها يموت ولا تحس، وعلى ابنها وبناتها بمشيمتها الخارجة من بين رجليها وبأولادها الذين تلدهم، لأنها تأكلهم سرا في عوز كل شيء في الحصار والضيقة التي يضايقك بها عدوك في أبواب. تعبير المرأة المترفهة استخدمها بولس، لأن بولس في الأصل يهودي فمذاكر التثنية كويس، بس حطها في آية جميلة قوي في الرسائل، المترفهة أو المتنعمة ماتت وهي حية. يعني الست اللي مش عاوزة تتعب في حياتها ولا تكون زوجة تخدم جوزها ولا أم تتعب مع عيالها، دي ماتت قبل ما إيه وهي عايشة كده معتبرة ميتة. لأن اللي يحط التنعم والترفه أساس لحياته ده مش عايش، ده حياته بلا معنى وبلا رسالة. فقال المتنعمة ماتت وهي حية، يعني دي ما تعشمش فيها. لكن هنا بيتكلم إنها دي ممكن تاكل عيالها لأنها أنانية. إن لم تحرص لتعمل بجميع كلمات هذا الناموس المكتوبة في هذا السفر لتهاب هذا الاسم الجليل المرهوب الرب إلهك. يعني أهم حاجة إيه؟ هاب ربنا، خاف ربنا، مجد اسم ربنا، خلي ربنا فوق راسك وقدام عينيك، ما يحصل لكش ولا حاجة من كلامته. لو ما عملتش كده يحصل لك كل اللعنات. يجعل الرب ضرباتك وضربات نسلك عجيبة، ضربات عظيمة راسخة وأمرادا ردية ثابتة، ويرد عليك جميع أدواء مصر، أدواء جمع داء، يعني يحصل لك كل الأمراض اللي جات في مصر زمان، التي فزعت منها فتلتصق بك، يعني اللي تخاف منه يجي لك لأنك مش راضي تتوب. أيضا كل مرض وكل ضربة لم تكتب في سفر الناموس هذا، عشان كده التثنية ساعات يعتقد أنه هو الناموس. صحيح كلمة ناموس أحيانا تقال على كل تورات موسى، لكن هي مين لي على التثنية. وطبعا برضو ممكن جزء اللاويين والعدد، لأنه في وصايا لكن كلها متراجعة في التثنية. لم تكتب في سفر الناموس هذا اللي هو بيقوله دلوقتي، يسلط الرب عليك حتى تهلك، تبقون نفرا قليلا عوض ما كنتم كنجوم السم. من وقت إبراهيم الشعب ده واخد وعد يبقى إيه؟ نجوم سم ورمل بحر. قالوا لا، بعد ما تكسروا الوصايا تروح منك البركة، يبقى الوعد بطل، فترجع تبقى عدد قليل خالص. لأنك لم تسمع لصوت الرب إليك، وكما فرح الرب لكم ليحسن إليكم ويكسركم، كذلك يفرح الرب لكم ليفنيكم ويهلككم. واحد يقول ده كلام مش يطلع ربنا كده، هيفرح انه يشوف الناس بتهلك؟ ربنا بيفرح بالحق، يفرح بالعدل. لما الناس تعبد شياطين بقوا زي الشيطان، لازم تيجي لحظة إبادة الشيطان، فربنا ينصف المظلومين ويحاكم الظالمين المفتريين. فربنا بيفرح بالحق، فرحش بالغلط. فزي عشان كده يوم الدينونة على قد ما فيها هلاك أشرار، لكن ربنا بيفرح بثواب الأبرار وأيضا يفرح بهلاك الأشرار. مش لأن ربنا يعني قاسي، حاش، الله يريد أن الجميع يخلصون، لكن لأن دول بإرادتهم رفضوا النعمة وكسروا الوصايا، استمروا في الغلط، خافوش ربنا، اختاروا نصيبهم.
يفرح الرب لكم ليفنيكم ويهلككم فتستأصلون من الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلك. يبددك الرب في جميع الشعوب من أقصاء الأرض إلى أقصاها، وتعبد هناك آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا أباؤك من خشب وحجر، وفي تلك الأمم لا تطمئن ولا يكون قرار لقدمك. يعني مع التشتت اللي حصل من القرن السابع أو الثامن قبل الميلاد، دخل الأشوريين بعد كده البابليين، ما بقوش شعب مستقر، وبعد كده لغاية زمن ولادة المسيح له المجد كانوا تحت حكم الرومان، فطبعا ما بقتش بلاد حرة، مستعمرين. فبيقول له هنا ايه، انت مش هتبقى مطمئن ابدا، ما يكونش في قرار لقدمك، مش عارف تحط رجلك فين، البلد ما بقتش بلدك. بل يعطيك الرب هناك قلبا مرتجفا وكلال العينين وذبول النفس، تبقى نفسك دبلانة وعينك مكسورة وقلبك بيرجف لأنك عايش في جو من الضغط والرعب، وكل ده أنت اللي عملته في روحك لما بعدت عن ربنا. وتكون حياتك معلقة قدامك. آية دي بقى شغلت الآباء. هو مقصود بيها إيه؟ بعدك عن ربنا خلى حياتك زي اللي متعلقة على شجرة كده، مهزوزة، فيها الرجفة وفيها الخوف. إنما أثناسيوس الرسولي قال الآية دي يقصد بيها إذا كان البشر كلهم يستحقوا اللعنة، واللعنة أحد معانيها تبقى حياتهم معلقة قدامهم، المسيح جه خد اللعنة وإيه وتعلق بدلنا، فحط فكرة صليب المسيح تحقيقا لتعبير التثنية، تكون حياتك والمسيح حياتنا دلوقتي معلقة قدامنا. فلما المسيح متعلق قدام عينينا دي حياتنا، هو اللي رجع لنا حياتنا. يعني احنا نستاهل كلنا نتعلق التعليقة دي بسبب اللي عملناه، وهو خد كل خطايانا وتعلق بدلنا، فأصبح الذي لم يفعل خطية صار خطية لأجلنا، شال اللعنة. فهنا موسى بيقول تكون حياتك معلقة قدامك، يعني انت هتشوف بعينيك اللي عملته في نفسك كأنك متعلق كده ايه، لطاي الأرض ولا سم. وترتعب ليلا ونهارا ولا تأمن على حياتك، في الصباح تقول يا ليته المساء. اما الصبح تقول امتى يجي بالليل، تيجي بالليل تقول امتى يجي الصبح، مش طايل تاخد نفسك. يعني يا ليته الصباح من ارتعاب قلبك الذي ترتعب ومن منظر عينيك الذي تنظر. يردك الرب إلى مصر في سفن في الطريق التي قلت لك لا تعود تراها، فتباعون هناك. يعني هتتاخد سبي لبلاد ما ترجعش منها، وتتباع هناك في البلاد دي محدش يعرف لك سك. تباع هناك لأعدائك عبيدا وإماء وليس من يشتري. هذه خلصنا خلاص الإصحاح الصعب الطويل ده، من أطول إصحاحات التوراة. هذه هي كلمات العهد الذي أمر الرب موسى أن يقطعه مع بني إسرائيل. ده زي عهد بدأ بالبركة وختم باللعنة، والقرار في إيدين الشعب. إن كان من ناحية ربنا جاهز بالبركة، لكن مش عجبهم البركة عاوزين اللعنة ياخدوا اللعنة. عشان كده هيرجع يقول له إيه، جعلت أمامك طريق الحياة وطريق الموت، طريق البركة وطريق اللعنة. لغاية دلوقتي الكلام ده معانا، طريق الأبدية قدامنا وطريق الهلاك قدامنا، وربنا بيقول لك يا حبيبي اختار الحياة، اختار البركة، امسك فيه وهتشوف العز كله. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. ناخد الآية بتاعت تثنية 28:66، تكون حياتك معلقة أمامك. قولوا معايا، تكون حياتك معلقة أمامك. كمان مرة، تكون حياتك معلقة. تفضلوا صلوا. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر، أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا. محبة الله الآب، نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام ربنا.